أسهل وأسرع وألذ منتو. السلام عليكم، اليوم بسوي لكم ألذ أكلة حجازية بالنسبة لي، المنتو برقائق السمبوسة وبعجينة البوف الجاهزة. كيلو لحم مفروم، 5 بصلات مبشورة وعصرت مويتها. وبالمنتو يفضل إننا ما نكثر بهارات، فلفل أسود وكمون وملح فقط. فلفل أسود، كمون وملح، ونعجن. ناخذ شريحة من عجينة البوف ونكور لحمة صغيرة ونحطها بالنص ونقفلها بطريقة المنتو. الطريقة الثانية برقائق السمبوسة، أجيب اللحم وأفردها على الأطراف بشكل طولي، بعدين أصفطها، بعدين ألفها زي الرول. وهذا شكل المنتو بعد ما سويته بطريقتين، برقائق السمبوسة وبالبوف الجاهز. أنا ما عندي قدر منتو فاستبدلته بالقدر الكهربائي وبالشبك المندي. نصب موية تحت وأدهن الشبك بزيت زيتون عشان ما يلصق المنتو. الحين صفيته بالقدر وبخليه يطبخ ربع ساعة. وهذا شكل المنتو بعد ربع ساعة بالقدر. الحين أدهنه بزبدة ونزينها بصوص طماط وشطة. بسم الله، الصراحة ما توقعتها لذيذة بهذا الشكل. لازم تعتمدونها برمضان، وكل عام وانتم بخير. وبكذا نكون سوينا